من أسئلة الكتاب Problem 57 Part A: What are the odds for rolling a sum of 5 in a single roll of 2 fair dice? Part B: If you bet $1 that a sum of 5 will turn up, what should the house pay plus returning your $1 bet? If a sum of 5 turns up in order for the game to be fair. البارت A طالب الأودز for rolling a sum of 5. الإيفنت اللي عندنا إن السم of 5 يظهر، ف 1 مع 4 أو 2 مع 3 أو 3 مع 2 أو 4 مع 1، دول عددهم 4. يبقى البروبابيليتي للإيفنت عبارة عن النمبر للأوتكمز للإيفنت على التوتال نمبر للسامبل سبيس اللي هما 36. معنى كده عندنا 4 تقسيم 36 يعني equals 1/9. المطلوب الأودز فور إي. يبقى الأودز فور إيفنت قانونه P of E تقسيم 1 minus ال P of E، وده هيساوي 1/9 تقسيم 1 minus 1/9، يعني هيساوي 1/9 تقسيم 8/9. يبقى الأودز فور E 1/8. البارت B طالب مفروض بيت القمار او محل القمار يدفع لك كام لو انت فزت. if the player wins the house should pay $8 على كلامهم to be fair. طبعا القمار ما فيهوش fair، كله ظلم وحرمة طبعا، لكن من وجهة نظرهم انت ممكن تلعب 8 مرات وتخسر مقابل مرة تكسب، فلو كسبت المفروض تاخد $8 ويرجع لك ال $1، لو خسرت بتخسر في كل مرة $1.